بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة وبعد لجميع المشاركين معنا في الورشة الحالية. يشرفني أن أكون معكم محمد عبد الهادي من فريق إيميرج أفريكا. دي تعتبر تاني سيشن بنشتغل فيها باللغة العربي، إن شاء الله هنبقى مستمرين على طول الفترة القادمة. إحنا حظنا كويس جدا إن إحنا معانا الباشمهندس أحمد فكري. الباشمهندس أحمد فكري الباك جراوند بتاعته كبيرة جدا في مجال التعليم الإلكتروني، بيشتغل في معهد تكنولوجيا المعلومات ومدير للتعليم الالكتروني في معهد الاي تي اي، وهنكون موجودين مع السيشن اللي هو هيشتغل فيها احمد عشان يبدا ان شاء الله ورشه العمل. احمد، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو صوت جميع الناس واضح، بعد اذن حضرتك كل واحد يكتب يس او واي في الكيبورد بحيث ان احنا نشوف الكلام ده. وبعد اذن حضرتك كل واحد يقفل المايك بتاعه خلال السيشن بحيث ان احنا ما يحصلش فيه اي صوت اضافي مع باشمهندس احمد. شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم في ايميرج افريكا، وبنطلع ان احنا نشوفكم على طول ان شاء الله. والسيشن هتمر بطريقه معينه، ان باشمهندس احمد هيشرح وان شاء الله هيكون في اخر 10 دقائق في مجموعه من الاسئله اللي احنا ممكن نجاوب عليها. شكرا لكم، والميكروفون مع باشمهندس احمد دلوقتي حاليا. شكرا جدا يا محمد. بحب اشكر محمد واشكر مؤسسه ايميرج افريكا على الفرصه الظريفه ديت. ان شاء الله النهارده هنتكلم على الادابتيف ليرنينج سيستم. في الاول اعرفكم بنفسي، انا احمد فكري محمد، رئيس قسم التعلم، رئيس مركز التعلم الالكتروني او مركز تميز التعلم الالكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، معهد تكنولوجيا المعلومات وتابع لوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريه. بشتغل في مجال التعلم الالكتروني من 2007 لحد دلوقتي. يا رب ان شاء الله تستفادوا النهارده بالسيشن. هعدي بسرعه بس كده على الاجنده بتاعتنا النهارده. هنتكلم على شويه توبكس لحد لما نربطها مع بعض ونوصل لي يعني ايه ادابتيف ليرنينج سيستم. فهنتكلم الاول شويه حاجات جينيريك مش خاصه بالتكنولوجي خالص او مش خاصه بالاي ليرنينج. ايه هو اصلا، ايه هي بروسيس ليرنينج، ويعني ايه بيرسونايز ليرنينج، ومفهوم الادابتيف ليرنينج كونتنت، ويعني ايه ادابتيف ليرنينج سيستم. وبعد كده هنبتدي ان احنا نشوف في الاخر تطبيقات وامثله على الادابتيف ليرنينج سيستم. طيب هنخش دلوقتي في السلايد الخاص بالبروسيس اوف ليرنينج. دي طبعا المفروض ان هي يعني حاجات فيري جينيريك قبل ما نخش في الموضوع الاساسي بتاعنا. بنحاول بس ان نوحد المفاهيم عند الناس كلها في الاول. لو في اي حد عنده يعني مفاهيم عايزين نظبطها كده ونتفق عليها من الاول قبل ما نخش في الموضوع الاساسي بتاعنا، خلاص. نتكلم عن عمليات الليرنينج اصلا، وايه الفرق بين الليرنينج والتيتشنج، عشان في ناس بتتلخبط ما بين الليرنينج والتيتشنج. طيب الليرنينج زي ما احنا عارفين طول عمرنا احنا بنتعلم، ان احنا الفكره كلها ان احنا بنتعلم عشان ناخد مهارات جديده. يعني احنا بنحاول ان احنا ناخد سكيلز. واحد بيخش ياخد كورس او بيتعلم، بيخش مدرسه بياخد خلاص عشان خاطر يجين نوليدج مش موجوده عنده، فالنوليدج ديت بتدي له سكيلز جديده. طيب فهي اكن عمليه الليرنينج نفسها هي شكل من اشكال النوليدج ترانسفير. احنا بننقل المعلومه من شخص عنده المعلومه ديت لشخص محتاج المعلومه دي. خلاص عمليه التيتشنج نفسها هو كنترول لعمليه الليرنينج. يعني التيتشنج ذا كنترول اوف ليرنينج بروسيس. الهدف الاساسي من الليرنينج ان انا بعمل حاجه اسمها انا بفل الليرنينج جاب. انا عارف ان في طالب مثلا او في متعلم عنده ليرنينج جاب في حاجه معينه او نقص في معلومات معينه، فانا بحاول ان انا افل الجاب ديت بعمليه الليرنينج. طيب فطبعا في مقوله كده بتقول ان الستودنت ممكن يتعلم من غير مدرس، دوت اللي هو التعلم الذاتي، لكن المدرس او التيتشر ما يقدرش ان هو يعلم من غير ما يكون في ليرنر. لازم يكون عمليه التيتشنج لازم يكون في الاثنين، يكون في تيتشنج تيتشر ويكون في ليرنر. لكن عمليه الليرنينج ممكن بتبقى ان الطالب بيستخدم التعليم الذاتي او بيبحث عن المعلومه بنفسه من غير ما يكون في انستراكتور.
طبعا دوت بيزيد اكتر كل لما السن بيكبر. يعني هتلاقي الطفل الصغير ما بيقدرش ان هو يعلم نفسه بنفسه، لازم يكون في حد فاسيليتيتور معاه او مدرس. مع السن كل ما بيكبر الناس خلاص كلها بتبتدي بقى ان هو دلوقتي يوصل للنولج بالطرق الخاصه بتاعته على حسب المهارات اللي موجوده عنده. تمام. طيب فممكن نقول يعني ببساطه كده ان عمليه الليرنينج هي اكتف بروسيس، وعمليه التيتشنج هي بس بروسيس. الليرنينج الاكتف ان لازم الليرنر ياخد اكشن عشان خاطر توصل له المعلومه، لكن التيتشنج هي بس انا بستقبل المعلومه من الانستراكتور خلاص. فهتلاقي ان احنا دايما زمان في الكلاس كل ما السن كان يبقى اصغر شويه بيتقال عليها ان هي تيتشر سنتريك موديل، ان هو تيتشر واقف في وسط الكلاس او هو دوت السنتر بتاع، هو دوت الاساس بتاع العمليه التعليميه، هو بيحاول يديليفر النولج دي للاطفال او للطلاب خلاص. طيب في برضه مثال ظريف ممكن نوضح فيه عمليه الليرنينج برضه. انا لغايه دلوقتي ما بتكلمش خالص في الليرنينج، انا بتكلم على الليرنينج بروسيس بشكل عام خلاص. الليرنينج حاجه شبه الجي بي اس، الجي بي اس اللي هو اللي موجود في الموبايل، اي حد دلوقتي عايز يروح اي مكان الجي بي اس بيعمل ايه؟ بيشوف انت واقف فين وبيشوف انت عايز تروح فين وبيحاول يقول لك على اسهل طريقه توصلك للمكان او الهدف اللي انت عايز تروح. انت دلوقتي ليك لوكيشن معين في ديستنيشن انت عايز توصل له. فالجي بي اس بيعمل شويه بروسيسنج كده بسيط، يشوف انت المكان اللي انت فيه ايه الطرق اللي موجوده فيه، ايه الوسيله المواصلات اللي عندك، اللي انت عايز تروح المكان دوت ماشي، عايز تروح المكان دوت بعربيه او بمواصلات عامه. وابتدي بقى ان هو يجيب لك شويه اوبشن ويقول لك ده احسن طريق، الطريق دوت هيوصلك للهدف بتاعك في وقت قد كده خلاص. فنقدر نشبه دوت بعمليه الليرنينج بالظبط. اكيد ان انا عندي مجموعه نولج دلوقتي، ده الكرنت ستيت بتاعي، وفي ليرنينج اوت كام انا محتاج اوصل له، او في هدف انا عايز احققه خلاص. فعمليه الليرنينج هي اللي بتوصل لي للهدف عن طريق ان هي تقول لي المفروض ان انت عشان تتعلم كذا او توصل للهدف الفلاني لازم تكون عارف 1 2 3، فهي دي اللي بتوصلني للهدف بتاعي خلاص. طيب الليرنينج بروسيس عشان تبقى افكتيف المفروض ان هي تعمل زي الجي بي اس بالظبط، ان هي توصل للهدف بتاعك في اسهل او في اقل وقت ممكن باكثر طريقه افكتيف. تمام. طيب عمليه الليرنينج سواء كانت التعلم او التعليم، يعني الليرنينج او التيتش، ليها مجموعه شانل اوف كوميونيكيشن، ممكن تبقى وان واي شانل او تو واي شانل اوف كوميونيكيشن خلاص. طبعا كل ما تكون تو واي شانل كل ما تكون الانجيجمنت بتاع الطالب احسن واكتر، ان انا بزود فيها الكرياتيفيتي وان انا ما بخليش الليرنر عباره عن متلقي بس للمعلومه خلاص، بحاول ان انا يكون في تفاعل ما بيني وما بين الايه؟ ما بين الطالب. طيب انا كل لما بزود الانجيجمنت، كل لما بزود الانجيجمنت ما بيني وما بين الطالب كل لما دوت ما بيخلي عمليه الليرنينج افكتيف اكتر خلاص. طيب تمام. طيب هي الفكره كلها انه المدرس الكويس او المدرس الشاطر هو اللي يقدر ان هو يبروفايد اكتر من طريقه لتوصيل المعلومه خلاص، بيقدر ان هو يكنترول او يغير الطرق بتاع توصيل المعلومه بناء على احساسه ان الطالب وصل له المعلومه ولا لا خلاص، وبرده بالطريقه اللي يحبها الطالب. الطالب دايما لما بيحس ان المعلومه بتوصل له او بتعمل لها ديليفر بالطريقه اللي هو بيحبها بيبقى مور انجيجد اكتر ويبقى عنده موتيفيشن ان هو يكمل الليرنينج بروسيس. طيب احنا لغايه دلوقتي كل ده بنتكلم على الطريقه التراديشنال خالص في الاول اللي هي التيتشر سنتريك موديل خلاص، اللي هي الطريقه التراديشنال. طبعا ليها ميزات جامده جدا وكلنا اتعلمنا بيها واحنا صغيرين، بس مع الوقت بنلاقي ان الطريقه دي بيبقى ليها شويه مشاكل شويه او ليها شويه عيوب خلاص. العيوب ديت واحنا ماشيين هتبين لنا ليه ظهر حاجه اسمها ادابتيف ليرنينج سيستم او فكره البيرسونالايز ليرنينج خلاص. طيب احد العيوب ديت ان المدرس مع الوقت لو الطلبه اللي قدامه او الاطفال اللي قدامه عددهم كبير جدا بيبقى صعب عليه
ان هو يقدر يغير الطريقه بتاعه الشرح، او يقدر ان هو يفهم الدماغ بتاع كل طالب فيقدر يوصل له المعلومه بطريقه مختلفه. تمام، دي تبقى حاجه صعبه جدا، خاصه هنا في مصر بعض المدارس بتلاقي عدد الطلبه بيوصل ل 60 و70 و100 طالب في الفصل الواحد خلاص. فدي مشكله جامده جدا بتقابل المدرس في الترديشنال ليرنينج خلاص. فبنحاول ان احنا نلاقي لها حلول عن طريق التكنولوجي خلاص، بطريقه تكون افكتيف شويه. ان انا مش عايز ان النولج تبقى واحده وتناسب كل الناس. تمام، فممكن نقلب في السلايد اللي جاي نجيب مثال، هو مثال هيوضح لنا شويه الفكره بتاعت ان انا ازاي ممكن الانستراكتور او المدرس يفهم الطالب خلاص. طيب انا بتكلم ان الليرنينج بروسيس الديزاين او الديزاين الكويس بتاع الليرنينج بروسيس بيعتمد على البيرسوناليزيشن. بروسيس البيرسوناليزيشن ان انا عايز المحتوى بتاعي يتقدم معتمد على طبيعه الطالب. طبيعه الطالب دي بتتقسم لكذا حاجه. طب دلوقتي في صوت ولا مفيش صوت؟ ان في حد كان كاتب لي ان هو مش سامع صوت، بس اتاكد لو في حد سامعني كويس يقول لي. هو انا المفروض ان المايك عندي شغال كويس، لو في حد سامع كويس كده مفيش حد سامعني خالص. طيب انا هحاول ان انا اقرب من المايك على قد ما اقدر. طيب يا ريت ممكن الناس اللي عندها مشكله في الصوت يا ريت بعد اذن حضرتك، انا اسف يا احمد المقاطعه، بس يا ريت يا جماعه الصوت وصل لكم تمام. الباشمهندس اللي عنده مشكله في الصوت يا ريت يتاكد بس من الموبايل بتاعه او الجهاز اللي موجود عنده الكمبيوتر. شكرا. تمام، طيب هي فكره البيرسوناليزيشن او مفهوم البيرسوناليزيشن هو دوت اللي طلع لنا بالكومباينيشن مع فكره الليرنينج حاجه اسمها بيرسوناليز ليرنينج. خلاص البيرسوناليز ليرنينج اللي هو التعليم المعتمد على ان انا بديليفر النولج لكل طالب بناء على دماغ الطالب دوت. دماغه دي بتريفر لي ايه؟ بتريفر لي السكيلز بتاعته، للسمات الشخصيه بتاعته، للباك جراوند بتاعته. تمام؟ طيب فكل لما يكون الانستراكتور او التيتشر يقدر ان هو يفهم ايه هي السكيلز وايه هي البريفيس نولج بتاعت الطالب دوت، بيقدر يوصلني انا لفكره الافكتيف ليرننج. هي فكره البيرسوناليزيشن او الادابتيف كونتنت، مش ان انا احقق الادابتابيلتي وخلاص، لا انا عايز احقق الادابتابيلتي عشان اوصل لهدف ان انا اوصل للافكتيف ليرننج. اوكي، بس هو غالبا كده المشكله في الموبايل مش عندي، ان انا الصوت عندي معليه على الاخر، والناس اللي داخله من اللابتوب صوت وصل لها كويس. تمام، هي كده غالبا المشكله في الموبايل. طيب هو انا المفروض ان انا عندي صوت عالي، يعني انا الصوت عندي واضح وفي ناس معايا، فانا بصراحه مش عارف المشكله، ما اعتقدش ان هي موجوده عندي. طيب معلش، ممكن الناس مثلا عندها مشكله في الموبايل تحاول ان هي تعمل لوج اوت وتعمل لوجن تاني؟ باشمهندس احمد، هو بس هي حاله فرديه هي فيها مشكله، لان اغلب الناس كلها سامعانا ومفيش مشكله غير ان عندي. طيب خلاص، ما انا عشان كده بقول له يا ريت يعني يعمل لوج اوت يعمل لوج ان تاني، ان شاء الله المشكله دي تتحل. عشان اعطل، عشان اخين هو بس هو ممكن يكون عنده مشكله عنده هو. طيب خلاص مفيش مشكله.
طيب فهي مفهوم البيرسوناليزيشن اصلا لما ظهر ظهر ان هو او تعريفه يعني ان انا بانتروديوس الليرنينج نوليدج بتاعتي لديفرنت ليرنر او لديفرنت ستودنت يعني بيزد على الايفالويشن بتاع السكيلز بتاعته خلاص او بيزد على النوليدج اللي عندهم او البريفيوس نوليدج اللي عندهم خلاص. طبعا قياس البريفيوس نوليدج دوت بيبقى ليه قصه وبيبقى ليه علاقه بالاسسمنت او البري اسسمنت اللي بيتعمل قبل الدخول بتاع الكلاس نفسه سواء كان تراديشنال كلاس او لو كان اونلاين سيستم. والصوره ديت يمكن ليها علاقه بفيلم مشهور قوي يعني لو الناس بتحب تتفرج على الافلام الهندي ممكن تكون شافت الفيلم دوت بيوضح نفس الفكره اللي بنتكلم فيها بالظبط. الطالب اللي هو موجود على الشمال ده او الطفل اللي موجود على الشمال دوت كان عنده مشكله في المدرسه بتاعته ان هو كان الطلبه كلها بتنبوزه وكان الناس كلها بتقول ان هو مش شاطر خالص وان هو التحصيل بتاعه ضعيف جدا فالناس كانت شايفه ان هو غلط ان هو يكمل اصلا في الدراسه ولازم يعيد السنه لحد لما قابل المدرس اللي على اليمين دوت اللي هو البطل بتاع الفيلم يعني. المدرس دوت كان عنده سكيلز ان هو قدر يعرف اصلا ايه سبب المشكله بتاعه الطفل دوت فقدر ان هو ينفستيجيت بنفسه كده بشكل تضوئي يعرف اصلا مشكله الطالب ده ايه فابتدى يعرف او يكتشف ان الطفل اصلا عنده مشكله او حاله مرضيه خاصه بما هو ما بيعرفش يقرا الحروف او بيتلخبط في قراءه الحروف اللي شبه بعض ولان المشكله ديت اصلا كانت بتبقى موجوده عند ناس عظماء كتير جدا في التاريخ فقدر ان هو يعني يحل المشكله ديت ويشتغل مع الطالب بطريقه فرديه لحد لما قدر يحل النقص اللي كان عند الطفل دوت فقدر ان هو بعدها يكتشف بقى المواهب اللي كانت مدفونه اصلا عند الطفل لان هو كان الطفل عنده مواهب كتيره جدا بس من كتر ما هو الطلبه او زمايله كانوا يعني بعيدوا عنه ان هو مش شاطر يعني فما كانش عارف يطلع المواهب بتاعته. فتحول الطالب دوت ان هو ما كان طالب او طفل يعني عنده مشكله في التحصيل الدراسي ان هو بقى من اشطر الطلاب وخد الطفل المثالي في على مستوى المدرسه. خلاص فهي المشكله بقى ان مش كل المدرسين عندهم مش كل المدرسين عندهم السكيلز اللي كانت عند المدرس ده ان هو يقدر يوصل لده او يعني يعرف يحل مشكله كل طالب لوحده خلاص فدي من السمات بتاعه الجود تيتشر ان هو يقدر يديليفر او يعرف المشاكل بتاعه كل طالب. طبعا هو الموضوع مش ابليكابل في كل الكلاسز بكذا سبب مش كل الانستراكتور عندهم نفس السكيلز ومش كل الانفايرمنت بتاعت الكلاس تقدر تسمح بدوت خصوصا لو انا عندي عدد كبير من الاطفال ان انا اقدر اعمل دوت. تمام؟ طيب وده برضه مثال تاني بيوضح نفس الكونسبت برضه انه ده كاريكاتير يعني بيوضح ان هو الممتحن بيقول لهم ان احنا عشان نعمل فير سيلكشن او ايفالويشن اطلب من الناس كلها نفس التصل. فاللي يسمع كده يفتكر ان انا لما اطلب من الناس كلها نفس التصل دي حاجه فيها بس بالعكس هو الناس اللي هيخشوا الاكزام ده مش كلهم عندهم نفس السكيلز مش كلهم عندهم نفس السمات الشخصيه عشان اقدر ان انا في الاخر لما الاقي حد منهم قدر ان هو يتسلق الشجره ان هو دوت اللي يبقى ناجح فيه ده مش نقص عند اللي ما قدرش يتسلق الشجره لا هو الفكره ان كل واحد عنده السكيلز المختلفة اللي انا المفروض هقيسها بطرق مختلفة ما يقيسهاش بنفس الطريقة. بس طبعا برضو دي نفس المشكلة انه ان انا اعمل امتحان كاستمايز لكل واحد ديت مش حاجة سهلة. خلاص؟ فالمفروض ان البرسوناليز ليرنينج بيحاول يحل المشكلة دي. تمام. طيب احنا كده برضو احنا كده شغالين في الجزء التراديشنال ليرنينج ما دخلناش خلاص في الاي ليرنينج يعني او ما دخلناش في الادابتيف ليرنينج سيستم فخلينا نكمل بقيه السلايد.
تمام. ما هي الفكره بقى في البرسوناليزيشن، ان انا براعي الفروق الفرديه ما بين المتعلمين خلاص، سواء انا بعمل لهم ايفالويشن او انا بعمل لهم ديليفري للنولج نفسها خلاص. طيب فدوت التعريف بتاع الادابتيف ليرنينج خلاص. يعني ايه ادابتيف ليرنينج؟ اصلا هو ان انا اعمل ادابتيف ليرنينج سيستم خلاص. الفكره مش في الادابتابيليتي، مش فكره مش ان انا اعمل حاجه بتادبت نفسها على حسب الطالب وخلاص، هي الفكره كلها ان انا عايز الجول بتاعي او الهدف الاساسي بتاعي الافكتيف ليرنينج. فونس ان انا قدرت احقق الادابتيف ليرنينج اللي وصلني للافكتيف ليرنينج، انا كده حصلت على الهدف بتاعي تمام. فكره الادابتابيليتي باختصار ان انا ما بخليش الكونتنت بتاعي ثابت لكل الناس، انا عايز الكونتنت بتاعي يكستمايز نفسه على دماغ كل طالب خلاص. فهو دوت الهدف الاساسي ليه؟ عشان اوفر الافكتيف ليرنينج، زي المثال اللي احنا كنا شايفينه في السلايد اللي فاتت، انه فكره ان انا ادي الناس كلها نفس الايفالويشن او نفس الاسسمنت، ده مش حاجه صح تمام. فالفكره بتاعت ان انا طيب الحمد لله ان الصوت اتظبط تمام. فكره ان انا اخلي الكونتنت بتاعي ادبت نفسه على حسب كل طالب، هو دوت الهدف اللي هيوصلني ليه الافكتيف الافكتيف ليرنينج خلاص. طيب سواء بقى احنا بنتكلم على اي ليرنينج او تراديشنال ليرنينج، هي نفس القصه، هي نفس المشكله اللي احنا بنحاول ندور لها على حل، ان انا مش عايز النولج. اوكي ما هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي لما نخش في الادابتيف ليرنينج كونتنت، ازاي الكونتنت نفسه ممكن يتكيف مع كل طالب. والله طبعا ده بيعتمد على الديزاين بتاع الكونتنت نفسه، مرحله الكونتنت ديفلوبمنت. انا اقدر اعمل ان انا اعمل كونتنت يغير نفسه على حسب طبيعه كل طالب. يعني انت ادي لحضرتك دكتور اسراء مثال مثلا، ان انا ممكن اعمل اسسمنت قبل الكلاس، انا بتكلم مثلا على ليرنينج سيستم، يعني يفهم او يقدر يستميت الطالب دوت من انهي ليرنر ستايل، فبيزد على انه الليرنر ستايل بتاعه اقدر ان انا يعني مثلا الليرنر ستايل مثلا في واحد فيجوال بيحب يفهم المعلومه او يوصله معلومه بطريقه فيجوال، فده انا هغير الكونتنت بتاعه تمام. مرحله التصميم اللي هي المرحله اللي انا بديزاين فيها الكونتنت نفسه خلاص. طب اقول لحضرتك حاجه، لان احنا برضو لسه ما دخلناش في الجزء بتاع الاي ليرنينج او الادابتيف ليرنينج سيستم، فانا ممكن ادي مثال عليه بالتراديشنال ليرنينج. ازاي بالظبط مثلا لما يكون في انستراكتور او تيتشر بلس وبيشرح مثلا حاجه بطريقه معينه تمام هو ده يعني خلينا اجاوب عليه في سياق الكونتنت برضو اللي احنا بنقوله خلاص. انه انا مثلا لو بشرح حاجه للناس مثلا، انا عارف ان هم جايين من باك جراوند هندسه خلاص، وانا بشرح حاجه مثلا ليها علاقه بالبروجكت مانجمنت، فيبقى احسن لي وانا بشرح الكونسيبت بتاع البروجكت مانجمنت ان انا اجيب مثال عليه لمشروع هندسي. فانا كده اكني بغير في الكونتنت على حسب الباك جراوند بتاعت الطالب ده خلاص. فهو كده هيحس ان الكونتنت دوت جاي له هو، فهيبقى مور انجيج والمعلومه هتثبت في دماغه اكتر، عكس مثلا لما اكون انا عارف ان حد جالي من باك جراوند هندسه وانا ادي له امثله اكتر على حد يكون مثلا باك جراوند مثلا خلفيه اقتصاد وعلوم سياسيه مثلا خلاص. فانا طبعا دي بتعتمد على شطاره الانستراكتور، الانستراكتور كل ما يكون شاطر كل ما يقدر ان هو واسع الاطلاع، فهو بيشرح الحاجه الجينيريك ممكن يجيب عليها مثال مربوط بالباك جراوند بتاعت الطالب خلاص. فدوت بيزود الانجيجمنت ودوت تطبيق على البرسوناليزيشن في التراديشنال ليرنينج تمام. طيب الاستاذ الجاية هنتكلم بسرعه كده عن البينيفيتس بتاعت الادابتيف ليرنينج سيستم، او فكره ان انا لو عندي ادابتيف ليرنينج ايه هي البينيفيتس. طبعا دي بينيفيتس كتيره جدا طيب. هو الباك جراوند ممكن تبقى معروفه من الـ ممكن تعمل بري اسسمنت للطالب خلاص، ممكن يتعرف من الـ الشهاده بتاعته. يعني هو مثلا انا عارف ان الناس جايين ياخدوا مثلا كورس بروجكت مانجمنت، فانا عارف ان هم كلهم مهندسين ومهندسين مثلا تخصص مدني، فانا خلاص انا عارف من الباك جراوند بتاعته ان هو دارس مدني خلاص. في بعض السيستم بتطبق فكره ان انا ببقى عندي بري ريكويزيت، انا مش هينفع اخد الكورس دوت الا لما يكون عندي بري ريكويزيت الفلانيه خلاص. طبعا ده اساسي
في مرحله الاناليسيس بقى مش التصميم، مرحله الاناليسيس نفسها وانا بديزاين الكونتنت ان انا اكون عارف الباك جراوند بتاعت كل طالب. خلاص اه بالظبط، مرحله الاناليسيس تمام اللي هو التريننج نيد اناليسيس بالظبط كده. خلاص طيب دي كده بسرعه البنفيتس بتاعت الادابتيف ليرنينج. خلاص ان انا بزود الكنترول بتاع الطالب ان هو يقدر ان هو يسلكت الكونتنت اللي هو محتاجه ويسكيب الكونتنت اللي هو حاسس ان هو عنده فيه نولج كويسه. خلاص عكس مثلا لو كنا انا عامل مثلا كورس او مدي عامل كلاس بشرح للناس كل حاجه طول الوقت بغض النظر هو الحاجه دي هو عنده فيها باك جراوند ولا لا. ممكن عنده فيها باك جراوند بالنسبه له الحاجه دي ممله، انا مش شرط ان انا اخد فيها وقت كتير. لو انا عارف ان هو عنده فيها باك جراوند عشان هو طالب نفسه ما يزهقش فانا ممكن ان انا ازود ده. نفس الكلام لو انا بتكلم بقى على الكلام دوت في سيستم فاقدر ادي قابليه ان الطالب يقدر يغير في الكونتنت بتاعه ويسكيب الكونتنت بسرعه فيبقى عنده مور كنترول اكتر. تمام طيب النقطة الثانية ان انا بزود الثقة بتاعت الطالب. خلاص الطالب لما بيحس ان الكونتنت دوت كاستمايزد ليه هو دوت بيزود له الكونفيدنس، لما خصوصا كمان لما بيحس انه هو دي الجاب اللي انا كانت ناقصة عندي فانا عايز ازود كونتنت او ازود نولج اكتر في الجزء ده. خلاص طيب طبعا بيزود الانجيجمنت، بيزود بيعمل بيتر انجيجمنت للطالب. خلاص بيزود الموتيفيشن بتاع الطالب. الطالب لما يحس الكونتنت دوت كاستمايزد ليه هو غير لما يحس ان الكونتنت دوت جينيريك وهيفضل الكونتنت ده هو بيديليفر ليه زي اللي جنبه زي اللي قدامه زي اللي وراه مفيش اي فرق. خلاص فده بيزود الموتيفيشن وبيزود الانجمنت. خلاص طيب نتيجة بقى لكل الكلام دوت انا بزود الريزلت بتاعت الليرنينج بروسيس نفسها او الليرنينج اوتكم بتاعت العملية التعليمية نفسها سواء برضو كانت تراديشنال او كانت اونلاين. تمام طيب السلايد اللي جاية هنتكلم على الادابتيف ليرنينج انفايرمنت، ايه الديزاين بتاعها او ايه هي الحاجات اللي انا براعيها وانا بديزاين الادابتيف ليرنينج environment. خلاص طيب من الحاجات الاساسيه انه one size fit all ده مش هيمشي، ده مش هيشتغل، ده مش هينفع معانا. يعني ايه one size fit all؟ ان انا ابقى عامل كونتنت وان الكونتنت دوت هيناسب كل الناس بغض النظر بقى عن الباك جراوند بتاعتهم او بغض النظر عن السكيلز بتاعتهم او بغض النظر عن الليرنينج ستايل بتاعهم. خلاص فالمفروض ان انا وانا بديزاين الادابتيف ليرنينج environment خلاص ابعد عن فكره ان انا هعمل كونتنت اقول الكونتنت دوت هيناسب الناس كلها. طبعا بكيسز معينه ممكن يكون في كيس معينه يكون الكونتنت دوت جينيريك وسهل والناس كلها ممكن تستوعبه. خلاص بس ابقى حاطط في دماغي ان انا ما اعتمدش على الكونسبت دوت على طول. خلاص ان انا اعتمد على الليرنينج بروسيس او اعتمد على الكوجنيتيف بروسيس ان انا بعمل كونتنت يزود الادراك بتاع الطالب او يزود الادراك بتاع الليرنينج. خلاص فيزود الوعي بتاعه بالكونتنت نفسه او اكني عايز ازود الكونتنت اللي بيعتمد على الفهم اكتر من الكونتنت اللي بيعتمد على الحفظ. خلاص زي ما قلنا ان الليرنينج ستايل بيفرق، انه لو انا قدرت اعرف او انا عندي معلومه الليرنينج ستايل بتاع كل طالب اقدر ان انا اديليفر الكونتنت بالطريقه اللي تناسب الليرنينج الليرنر او الليرنر ستايل. تمام طيب نفس الكلام برضه الاندفيدولايزد ليرنينج اللي هو البيرسوناليز ليرنينج، يعني ده مسمى تاني البيرسوناليز ليرنينج. خلاص ده من احسن الطرق ان انا بضمن بيها الكومبليشن، ان انا مش عايز الطالب يجي في نص الكورس او في اول الكورس يحس ان هو الكونتنت دوت مش ليه، لكن كل لما ازود الانجيجمنت بتاعه بكستمايز الكونتنت عشان بيرسوناليز ليه هو بضمن ان الكورس ان الطالب يكمل الكورس. طبعا انا مش بتكلم على التعليم الاساسي، انا بتكلم اكتر على الحاجات اللي هي تعتمد على التعلم الذاتي. تمام طيب نفس الكلام برضو ان في الاسسمنت زي ما قلنا ان انا وانا بعمل اسسمنت اعمل افكتيف اسسمنت بطريقه ان هو يزود او يركز على الليرنر سكيلز او المهارات بتاعه الليرنر. خلاص دلوقتي انا عايز يعني بعمل اسسمنت يزود السكيلز بتاعته، يبقى هو حابب حاسس ان هو
بياخد اسسمنت او بياخد تاسك او بيتعمل له ايفالويشن بطريقه بتزود النولج بتاعه، بتحفزه ان هو يعرف معلومات. خلاص. طيب وانا برضو انه يعني فاقول لك برضو ان الكونتنت المفروض وانا بديزاين الكونتنت الادابتيف ان انا راعي ان هو يموتيفيت الناس ان هي تتعلم اكتر من هو عايز يجيب سكور وخلاص، زي المشكله احنا واقعين فيها ان هو الناس عايزه تذاكر وتحفظ وتخش تجيب مجموعه وخلاص. خلاص ده مش افكتيف ليرنينج. خلاص. طبعا الليرنينج المالتي دايمنشنال اللي هو ان انا عايز اعتمد على اكتر طريقه ان انا اوصل بيها، يعني اكتر من طريقه اوصل بيها، سواء بقى باستخدام كوجنيتيف استراتيجيز او باستخدام المالتي ميديا تايب اوف كونتنت يعني. تمام. طيب احنا كده عملنا كفر للجزء الخاص بالتراديشنال ليرنينج اكتر. خلاص. وقلنا يعني ايه مفهوم ادابتيف ليرنينج. خلاص. وازاي ممكن ناخد بالنا واحنا بنديزاين ادابتيف ليرنينج انفايرمنت. خلاص. هنسيب الجزء دوت شويه لحد لما نتكلم على الاي ليرنينج، بعد كده هنرجع نربط الاثنين ببعض. خلاص. فاحنا في الاستاد من اول السنه اللي جايه بقى هنخش في الاي ليرنينج او التكنولوجي. خلاص. هنشوف يعني ايه اصلا اي ليرنينج. تمام. طيب الاي ليرنينج ببساطه ان انا بحاول استخدم التكنولوجيا عشان تسبورت الليرنينج بروسيس. خلاص. ليه؟ لانه الانستراكتور او التراديشنال ليرنينج ساعات بيبقى في شويه حاجات مش مشاكل بس فيها شويه كونسترين معينه انا عايز احلها باستخدام الاي ليرنينج اللي هو الالكترونيك ليرنينج، ان انا عايز استخدم وسائل التكنولوجيا ان هي تسبورت، سواء بقى بتسبورت الانستراكتور او ان انا ممكن اعمل كونتنت يبقى سيلف بيز، ان الطالب بيتعلم الكونتنت دوت لوحده من غير ما يكون في انستراكتور اللي انا بتكلم عنها السنه الاولى. خلاص. طيب طبعا الاي ليرنينج ليه فوائد كتيره جدا. خلاص. ممكن انه يحل لي مشاكل، مثلا انه حد عايز يحضر كورس مثلا في مكان والمكان ده بعيد عليه فهو صعب ان هو يروح، ممكن ان الكلام ده كله يدرس اونلاين، او زي مثلا السيشن اللي احنا حضراتكم بتحضروها دلوقتي ديت موجوده معموله اونلاين، فمش شرط ان انا عشان احضر كلاس او ان انا اروح احضر سيشن ان انا اروح فيزيكالي احضر جوه الكلاس. خلاص. نفس الفكره برضو لو انا عندي مشكله مثلا في الوقت، ممكن السيشن ديت لو موجوده اونلاين واركايف ممكن ان انا اشوفه في اي وقت. خلاص. فالاي ليرنينج بيعالج مشاكل كتيره جدا، بس احنا في السيشن هنا مش هنتكلم على الاي ليرنينج بتفاصيل اكتر، احنا هنتكلم على الجزء اللي يهمنا في الاي ليرنينج اللي هو هنشوف بيه ازاي نربطه بيه يعني ايه ادابتيف ليرنينج سيستم. تمام. طيب دي بقى يعني السلايد اللي جاي هنتكلم على اشكال الاي ليرنينج او الشيبس اوف الاي ليرنينج. ممكن استخدم انتراكتيف وايت بورد، ده شكل من اشكال الاي ليرنينج. اونلاين ليرنينج، لو انا بعمل مثلا سيشن اونلاين او انا بحط فيديوهات اونلاين على اليوتيوب، ده يعتبر شكل من اشكال الاي ليرنينج. الويب سيمينار او الويبينار يعني، ده شكل من اشكال الاي ليرنينج. ان انا بعمل اي ليرنينج سيستم او اي ليرنينج مانجمنت سيستم وامثله عليهم، الموديل والبلاك بورد، ده يعتبر شكل من اشكال الاي ليرنينج. الموبايل ليرنينج، ان انا بستخدم الموبايل ان انا بديليفر الكونتنت من خلال الموبايل. المالتي ميديا برزنتيشن، كل دي اشكال الفيديو كونفرنس، السي بي تي اللي هو الكمبيوتر بيست تريننج او السيميليشن. الفيرتشوال رياليتي، وهنشوف امثله على الفيرتشوال رياليتي في الكام سلايد اللي جايين. كل دولت اشكال من اشكال الاي ليرنينج. خلاص. فاللي يهمنا في دول كلهم الاي ليرنينج سيستم او الليرنينج مانجمنت سيستم. خلاص. طبعا في حاجات منهم بتسبورت الادابتيف ليرنينج، يعني مثلا ممكن اقول الفيرتشوال رياليتي لما بنتكلم عليه ده شكل من اشكال البيرسوناليز ليرنينج او الانتراكتيف كونتنت يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نربط الحاجه مع بعضها. احنا يعني شفنا كده في التو سلايد اللي فاتوا يعني ايه اي ليرنينج وامثله على الاي ليرنينج، واتكلمنا قبل كده بالتفصيل على الادابتيف ليرنينج. دلوقتي هنتكلم على الربط ما بين الاثنين مع بعض. خلاص. انه الاي ليرنينج تطور للليرنينج او يعني شكل من اشكال الليرنينج بس باستخدام التكنولوجي. خلاص. الادابتيف اي ليرنينج بقى او اللي هو ادابتيف ليرنينج سيستم، ده تطور للاي ليرنينج. خلاص. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على نفس الكونسيبت ان احنا بنحاول نطبق مبدا البيرسوناليزيشن. خلاص. بس باستخدام التكنولوجي. خلاص. ليه؟ زي المشكله اللي احنا قلناها ان مش كل الانستراكتور عاملين زي الانستراكتور بتاع او المدرس اللي كان في الفيلم اللي قدر يفهم دماغ الطالب وابتدى ان هو يعرف المشاكل اللي عنده. خلاص. فلقينا انه طب ما هو الاي ليرنينج ممكن يحل المشاكل دي. تمام.
طيب فهي دي الفكره، والتكنولوجيا عندها الكابابيلتيز اللي ممكن تعمل كده. خلاص ان الموضوع نفسه اصلا احنا قدام اتفقنا ان هو مش سهل، هو مش سهل ان انا اقدر افهم دماغ كل طالب وكستمايز الكونتنت على حسب كل طالب خصوصا في الاعداد الكبيره. تمام؟ طيب فهو ده كده ببساطه مفهوم يعني ايه ادابتيف ليرننج سيستم. هو ايه ليرننج سيستم؟ بيعتمد على الادابتيف كونتنت. خلاص او بيطبق مبدا البيرسوناليزيشن. تمام؟ طيب يعني ايه ليرنينج سيستم او الليرنينج مانجمنت سيستم؟ ببساطه الليرنينج مانجمنت سيستم هو سيستم بيمانج العمليه التعليميه. سيستم بحط عليه كونتنت والناس بتلوجن عليه، الناس بتشوف الكونتنت ده. خلاص؟ فاي ليرنينج مانجمنت سيستم لازم يكون فيه مجموعه فيتشرز اساسيه، طبعا دي امثله من الليرنينج مانجمنت سيستم المعروفه. زي كامباس، بلاك بورد، سكاي، موديل، كل ديت امثله للليرنينج مانجمنت سيستم عاديه. مش بتطبق مبدا الادابتابيلتي، ممكن يكون فيها بعضهم ابتدى ان هو يزود او يطبق فكره الادابتابيلتي. فونس ان الليرنينج مانجمنت سيستم بقى بيطبق فكره البرسوناليزيشن او فكره الادابتيف ليرنينج، كده نقدر اقول ان هو ده ادابتيف ليرنينج سيستم او ادابتيف اي ليرنينج سيستم. خلاص؟ طيب ايه فكره الليرنينج اوبجكت اللي موجوده تحت هنا؟ فكره الليرنينج اوبجكت باختصار ان انا الكونتنت بتاعي عشان خاطر احقق مبدا الادابتابيلتي بقطع الكونتنت بتاعي ان هو مجموعه من ليرنينج اوبجكت. طب ليه؟ عشان مثلا لو في ليرنينج اوبجكت معين، انا عارف ان الطالب بتاعي لو عدى اكزام معين فهو مش محتاج الليرنينج اوبجكت دوت، فانا ممكن ان انا اوفركم او اعدي او سكيب الليرنينج اوبجكت ده. خلاص؟ من بعض الكونسبت اللي بقدر استخدمها عشان احقق بيها البرسوناليزيشن، احقق بيها البرسوناليزيشن، ان انا بستخدم فكره الليرنينج اوبجكت او ان انا اقطع الكونتنت بتاعي المجموعه من الاوبجكت. خلاص؟ وبستخدمه بعد كده هنشوف في السلايد اللي جايه ان انا بعمل حاجه اسمها برانشنج، او ان انا ممكن اغير في السيكونس اللي انا ماشي عليه عشان خاطر ان انا اوصل للليرنينج اوبجكت بتاعي. خلاص؟ نفس المثال اللي احنا كنا جبناه قبل كده اللي هو بتاع الجي بي اس، ان انا ممكن يكون عندي مثلا اللي فوق دوت ده ليرنينج باص تراديشنال خالص، ان انا ماشي على سيكونس فالناس كلها هتمشي على نفس السيكونس دوت بغض النظر بقى عن السكيلز بتاعتهم، بغض النظر عن اي حاجه. خلاص؟ اللي تحت دوت ده يعتبر ادابتيف ليرنينج سيستم، في مجموعه من البرانشز، مجموعه من الباصز ممكن تتغير بيزد على البيهيفير بتاع الطالب جوه الكورس نفسه. خلاص؟ طيب تمام اوكي. فيعني فكره الليرنينج اوبجكت من الحاجات المهمه اللي محتاجين نبقى عارفينها، ان انا بديزاين الكونتنت بتاعي عشان احطه بقى على الليرنينج مانجمنت سيستم، ان هو يكون معتمد على مجموعه من الاوبجكتس منفصله تماما، بحيث ان انا اقدر اعمل فكره البرانشنج، ان انا ممكن اسكيب برانش او اغير اكني بالظبط بعمل كذا سيناريو للكورس. فممكن الطالب مثلا اساله سؤال بيزد على اجابه السؤال ده، وتعرف هو الراجل دوت المفروض يخش في الليسون اللي جاي دوت ولا محتاج ان انا اسكيب الليسون ده، او ممكن بس ده على اجابه السؤال ده مش هخليه يسكيب الليسون ده، انا اخليه يرجع يعيد الليسون اللي فات تاني. خلاص؟ فانا كده اكني بغير الكونتنت، ممكن واحد يقعد في الكورس دوت مثلا شهرين وواحد تاني يقعد فيه اسبوعين. خلاص؟ بيس ده على البيهيفير بتاعته، بيس ده على السكيلز اللي او الفيتشر اللي موجوده في السيستم دوت اللي تقدر تقيس الطالب دوت وهو شغال جوه الكورس البيهيفير بتاعه عامل ازاي. هل الراجل دوت مستواه بيتقدم ولا مستواه زي ما هو ولا مستواه ما فيهوش فيه اي تطور خالص. فابتدي ان انا اقعد اعمل برانشنج واعمل سيناريوهات مختلفه، السيناريوهات المختلفه دي عمرها ما كانت معموله في الشكل اللي فوق اللي هو ان انا عندي ليرنينج باص واحد الناس كلهم شايفينه وما بيتغيرش. اوكي؟ فده الادابتيف او يعني امثله على التطبيق الادابتيف ليرنينج سيستم، ان انا اعتمد على الليرنينج اوبجكتيف او الليرنينج اوبجكت يعني. خلاص؟ السلايد اللي جايه هنتكلم على الادابتيف ليرنينج كونتنت. خلاص؟ طبعا دي معلومه من الاي ليرنينج خاصه بالانتراكتيفيتي ليفل، ان في الاي ليرنينج عامه في ليفل اوف انتراكتيفيتي. خلاص؟ ففي باسيف انتر اكشن دوت اللي هو اول ليفل او البيزك ليفل خالص في الانتراكتيفيتي. خلاص؟ ان اليوزر بيريسيف المعلومات وخلاص، ما فيش شكل من اشكال الانتراكتيفيتي. زي مثلا انا اتفرج على فيديو على اليوتيوب وانا ما بعملش حاجه في الفيديو
غير ان انا ممكن اعمل بوز ووقف الفيديو وخلاص، تمام، او ان انا بتفرج على، مش شرط على اليوتيوب، يعني دلوقتي اليوتيوب ابتدى يزود حاجات فيها انتر اكشن، وان انا ممكن افتح لينك بوست الفيديو او ترى اسال بوست الفيديو. لكن انا بتكلم لو بتفرج على فيديو حد اداني على فلاش فيديو تعليمي، خلاص انا كده بستقبل المعلومه وخلاص، ما عنديش اي شكل من اشكال انتراكتيفيتي مع ايه الانستراكتور بتاع ايه بتاع الفيديو. خلاص الليفل الثاني الليمتد انتراكشن، خلاص اللي هو بقى عندي شويه انتراكتيفيتي بس ليمتد جدا، ان انا الف في الكورس مثلا كليك مثلا على زرار فيظهر لي حاجه، كليك على صوره في خريطه فتظهر لي معلومه معينه، ده الليفل الثاني. الليفل الثالث اللي هو الكومبلكس انتراكشن، اللي هو ممكن برضه يكون بيعتمد على السيناريوهات والبرانشنج، ان انا ممكن بيزد على شويه اكشن يوزر بيعملها في الكورس ان انا اغير له الكونتنت خالص، فده يعني بيبتدي يحقق فكره البرسوناليزيشن بس مش بشكل كامل. يعني الريل تايم انتر اكشن اللي هو اعلى ليفل من اشكال الانتراكتيفيتي، اللي هو ليفل الرابع يعني، وده اكتر واحد بيحقق فكره الادابتابيلتي، ان انا بغير الكونتنت تماما بيزد على الاكشن اليوزر بيعمله، والكونتنت بيتغير لكل الناس بطريقه مختلفه بيزد على اللي هو بيعمله، تمام. طيب فشكل من اشكال الريل تايم انتر اكشن او الادابتيف انتر اكشن، ان انا بعمل سيميوليشن او بعمل الفي ار اللي هو الفيرتشوال رياليتي، او الاي ار اللي هو الاوجمانتد رياليتي. خلاص باختصار برضو الفي ار اللي هو الواقع الافتراضي، الاي ار اللي هو الاوجمانتد رياليتي اللي هو الواقع المعزز، ان انا الاي ار بميكس الحقيقه مع الخيال، الفي ار انا عندي كل حاجه تخيليه مفيش حاجه حقيقيه خالص. خلاص وممكن دلوقتي هعرض بسرعه كده فيديو على سيستم بيستخدم الفي ار في الايديوكيشن، خلاص اسمه بريدو، فممكن اتفرج عليه مع بعضينا بسرعه. مهندس احمد، ايوه مع حضرتك، هو الصوت بتاع الفيديو مش شغال، ممكن حضرتك تشرح لنا الفيديو وهو شغال بعد اذنك؟ لا لا خلاص خلاص انا عرفت المشكله، بس انا عشان طيب ثواني انا هظبط لكم، بس ثواني هظبط لكم الصوت بتاع الفيديو هيشتغل دلوقتي. Vredo, the virtual reality education platform designed to conquer learning challenges and change the way we look at classrooms. Vredo has all the convenience of a real classroom. There's a whiteboard, a projector screen, you can change students' seats, talk to them individually, or as a group. But Vredo also allows us to change the way we teach. We can project 3D holograms into the classroom, and even teleport the entire class to exotic locations using 360 video, redefining the meaning of school excursions. Vredo is designed for any organization that conducts training, from primary schools to universities, tutoring services, and corporate training environments. With an online learning management system, Vredo is fully customizable. Upload 3D holograms, 360 videos and photos, PowerPoint presentations, 2D video, and 2D images. Students can also access the learning management system, where they can download screenshots, audio notes, and class recordings from their classes. Students can be spread across the country,
multiple organizations or even the world, brought together without any travel costs or inconvenience. For both teachers and students, Vredo is a game changer. Think an ancient history class teleporting to Machu Picchu, a global engineering firm coming together for a professional development session, or students from all around the world joining in for a French lesson. The list goes on. It's a lot less distracting. And as I like business, it's very interesting. The virtuality, it's new, it's different, it's fun. I like it. I definitely recommend it. Applications of Vredo are limitless. If your institute prides itself on innovation or aspires to be the best, contact our team via our website. تمام، فده كان مثال لبرودكت معمول بيطبق فكره الفيرتشوال رياليتي. لو حد عايز يعني يتصور معانا فكره يعني اصلا فيرتشوال رياليتي، خلاص. طبعا هي ليها تطبيقات كتيره جدا، بس ده تطبيق ليها في الاديوكيشن. طيب السلايد ده هنتكلم على ادابتيف ليرنينج سيستم كومبوننت. ايه الكومبوننت اللي المفروض تكون موجوده في اي ادابتيف ليرنينج سيستم؟ خلاص، سواء بقى هو اصلا كان ليرنينج مانجمنت سيستم عايز يحقق فكره الادابتيبيليتي او adaptive او personalized learning، او ان هو اصلا mainly system معمول عشان خاطر يبقى adaptive learning system from scratch، او ان هو يبقى personalized system بكل الفيتشرز بتاعته. خلاص، طيب اول حاجه ال LMS ان هو يكون طبعا بالاساس learning management system. خلاص، ان هو يكون في content. الكونتنت دوت ممكن يكون adapt، الكونتنت نفسه adaptive او بيغير نفسه طبقا لل interactivity بتاعت الليرنر معاه. خلاص، او كونتنت تراديشنال عادي بس متقسم في ليرنينج اوبجكتيف او ليرنينج اوبجكت سوري، والليرنينج اوبجكت هتظهر لكل طالب بيزد بقى على الستودنت موديل اللي هو البوينت الثالثه. خلاص، فكره ان انا يكون عندي حاجه اسمها ستودنت موديل او ليرنر موديل اللي هو اكن البروفايل بتاع الليرنر، اللي هو مكان بخزن بقى فيه المعلومات بتاعت كل طالب، انه البيهيفير بتاعته كذا، البروجريس بتاعه كذا، الباك جراوند بتاعته كذا، اكن مكان كده بجمع فيه شويه ستاتستكس عن الطالب. الستاتستكس دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني بعد كده لما اجي ديليفر النولج، ديليفر النولج بيزد على المعلومات اللي انا جمعتها في الستودنت موديل دي. فده موديل خاص بكل طالب، اللي هو في البروفايل بتاع كل طالب. الاكسبرت موديل دوت اللي هو المكان اللي فيه النولج نفسها، النولج نفسها ككونتنت. خلاص، او اكنه كده زي داتا بيز او ريبوزيتوري متجمع فيه كل الكونتنت اللي موجود عندي او كل الادابتيف كونتنت. خلاص، النولج اكستراكشن موديل ده بقى الموديل اللي بيسلكت من الاكسبرت موديل بيزد على المعلومات اللي جايه له من الستودنت موديل. فاكن بالظبط انا عندي ستودنت موديل فيه معلومات عن الطالب، والاكسبرت موديل دوت اللي هو النولج نفسها الحقيقيه اللي انا عايز اوصلها بسلكت منها بيزد على ايه؟ بيزد على النولج اكستراكشن موديل. خلاص، الكونتنت ديليفري ده اكتر بقى، او الانستراكشن موديل ده بقى خاص بالانستراكشن ديزاينر اللي بيبقى كاتب اصلا في الستوري بورد السيناريو اللي هنمشي عليه. السيناريو اللي هنمشي عليه ده شكله من الاول عامل ازاي. خلاص، فدي بيزك او مجموعه كومبوننت المفروض تكون موجوده بلس على اي ال ام اس عشان يبقى اقدر اقول عليه ان هو ادابتيف ليرنينج سيستم. خلاص، دي بقى شويه تكنولوجي ادفانسد شويه بتسبورت بعض او بتسبورت فكره ان انا ازاي اصلا يبقى عندي ال ام اس ادابتيف ليرنينج مانجمنت سيستم. خلاص، زي الناتشورال لانجوج بروسيسنج او الارتفيشال انتليجنت او الماشين ليرنينج، الذكاء الصناعي والتعلم العميق، ان انا ازاي اخلي اصلا اكني بالظبط عايز ال LMS ده يشتغل بالعقل البشري او بالعقل بتاع الانستراكتور الشاطر اللي احنا كنا بندور عليه اصلا من الاول، عشان خاطر يفهم دماغ كل طالب فيكستمايز نفسه بيزد على دماغ كل طالب. خلاص، فاكن ده بالظبط انا بسميه ده البروميس بتاع الاي ليرنينج، ان ازاي الاي ليرنينج ما يبقاش يوصل ان هو يبقى تراديشنال اي ليرنينج. لا، انا مش عايز تراديشنال اي ليرنينج، انا عايز ان الاي ليرنينج يبقى سمارت اي ليرنينج. خلاص، عشان يحقق لي تاني، يحقق لي مبدا بتاع البيرسوناليزيشن او الادابتيف ليرنينج كونتنت. ده مش هيتعمل لوحده، ده هيتعمل بسبورت من مجموعه تكنولوجي. التكنولوجي ديت في حاجات منها لسه في الاول، وفي حاجات منها ممكن نقول ان هي خلاص يعني استوت ووصلت ان هي تقدر فعلا تسبورت الاي ليرنينج سيستم وتحوله ان هو يبقى ادابتيف ليرنينج سيستم. خلاص، الانتليجنت توترنج سيستم برضو نفس الكلام ده، والداتا اناليتكس برضه علم من علوم الداتا، بتعتمد ان هي تقعد تجمع مع داتا كتيره جدا 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 وتاخدها تحللها باستخدام الماشين ليرنينج عشان خاطر تقدر تعمل لي فكره البرانشنج والسيناريوهات اللي احنا اتكلمنا عليها. خلاص، الانتليجنت توترنج سيستم اللي هو سيستم زي اكنه زي ليرنينج مانجمنت سيستم، بس
في زي مدرس خصوصي كده بيعرف يعني بطريقه سمارت شويه يغير في الكونتنت خلاص. فهو برضو مصطلح قريب شويه من الادابتيف ليرنينج سيستم بس اكتر خاص بيه ان هو بيريبريزنت اكن في انستراكتور قاعد معايا خلاص اونلاين خلاص اكتر من شويه ان الكونتنت نفسه هو اللي ادابت تمام. طبعا الاكس اي بي اي والتين كان ده اي ليرنينج ستاندرد خلاص بيعتمد على ان انا الكونتنت بتاعي بيجمع معلومات عن البيهيفير او الاكتيفيتي اللي بيعملها الطالب ايفن حتى الطالب ده لو مش موجود الاكتيفيتي اللي بيعملها دي مش موجوده على السيستم ممكن تكون موجوده في حاجه بره عملها او في سيستم تاني والسيستم ده بيتكلم مع بعض. طبعا موضوع التين كان والاكس اي بي اي دوت موضوع كبير جدا اللي هو التطور الطبيعي بتاع السكورم لو حد عنده باك جراوند عن التطور بتاع الاي ليرنينج ستاندرد من اول ما كان اي اي سي سي بعد كده بقى سكورم كل ديت اي ليرنينج ستاندرد ان انا بديفلوب الكونتنت بتاعي بستاندرد معين عشان يبقى سهل ان انا انقله من ليرنينج مانجمنت سيستم ليرنينج مانجمنت سيستم تاني اونلاين خلاص. فدي تكنولوجي بتسبورت الادابتيف ليرنينج سيستم تمام. طيب السلايد اللي جايه هنتكلم على التكنولوجيز بقى اللي بتسبورت الادابتيف ليرنينج كونتنت خلاص. زي ايه؟ زي ما قلنا الاي ار والفي ار. برضو الفي ار نفس الكلام يعني نفس الكلام احنا قلناه خلاص. فانا برضو بسرعه يعني هارد تو فيديو واحد يوضح فكره الاي ار. فكره الاي ار ببساطه زي ما قلنا هو الواقع المعزز ان انا بعزز الواقع بشويه حاجات تخيليه بيزد على حاجه اسمها ماركر. الماركر ده زي ما شايفين هنا في صوره الفيديو بيبقى شكل بسيط جدا شكل هندسي بسيط سهل ان الكاميرا الموبايل تتعرف عليه فتريبليسه بحاجه ثانيه خلاص. دوت الاوجمانتد رياليتي. الفيرتشوال رياليتي لا انا ما عنديش بقى ماركر وما عنديش حاجه اصلا حقيقيه انا عندي كل حاجه تخيليه خلاص. فانا هنعرض بسرعه مع بعض التو فيديو يوضح فكره الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي ككونسبت وتطبيقاتهم ايه جوه في الايديوكيشن. هو الفيديو دوت ما فيهوش صوت يعني هي واحده ماسكه ماركر. الماركر دوت لما حد بيشوفه بالكاميرا خلاص المفروض ان هو بيتحول ان هو يبقى شكل الجهاز الهضمي خلاص. بعد كده ان هي كل ما بتحركه هو الشكل اللي طالع اصلا 3D. فهي لما بتحرك الورقه في الفراغ الشكل 3D نفسه كمان هو بيروتيت معاها. طبعا برضه الاي ار زي ما قلنا ليه تطبيقات كتيره بره الايديوكيشن بس في ناس بتطبقه جوه الايديوكيشن. ده باختصار الاي ار او الاوجمانتد رياليتي. هنا هنتكلم على الفيرتشوال رياليتي. اوكي هو نفس سوري هو نفس الفيديو بتاع البريدو فهو كده ما خدناش حاجه يعني هو نفس الفيديو اللي عملناه في التو سلايد اللي فاتوا خلاص. الاستوديو الجايه بقى هنتكلم على امثله من بعض الادابتيف ليرنينج سيستم خلاص المعروفه والغير معروفه. فدي يعني دي اسماء لبعض الادابتيف ليرنينج سيستم ليرنينج مانجمنت سيستم عاديه بس بتطبق فكره البرسوناليزيشن خلاص. في حاجه اسمها وايز لاب في حاجه اسمها ريلايز فيت في كي نيوتن خلاص. فانا هوريكم فيديو بقى من واحد اسمه اليكس. اليكس دوت من يعني لما نزل كان طفره ان هو كان بيستخدم بقى معظم التكنولوجي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه اللي هي الادابتيف او سوري الارتفيشال انتليجنت والماشين ليرنينج. في الفيديو ده هيوضح قوي اكن ده اللي احنا محتاجينه من اي ادابتيف ليرنينج سيستم خلاص. فانا هشغل الفيديو ونرجع نكمل الكلام تاني. This is Alex, an artificially intelligent web-based learning and assessment system. To understand what makes Alex the most effective learning system ever created, let's look at the science behind how it works. Science developed over decades of research at top universities. Let's take a look at Sam, a ninth grader who is struggling with Algebra 1. The first thing Alex needs to do is determine Sam's knowledge state. Sam's knowledge state is everything he already knows in Algebra 1. To get a basic understanding of what goes into computing a knowledge state, let's pretend that instead of consisting of several hundreds of topics, Algebra 1 only consisted of 5 topics. But even with only 5 topics, there are 32 possible knowledge states, or combinations of these topics. Now, some of these states are so impractical that in reality, there are actually only 13 feasible knowledge states that a student could fall into.
All the feasible knowledge states are organized into a learning space, a mathematical structure specifying the relationships among the knowledge states and showing which topics a student is ready to work on. To move from one knowledge state to another within the learning space, a student must learn a new topic or forget a previously learned one. So our example involved only five topics, but if we look at the full Algebra 1 course consisting of hundreds of topics, there are over 1 trillion feasible knowledge states that a student could fall into. Alex can accurately and efficiently assess where each student is among these trillions of knowledge states and know their exact position at all times. This is no simple task, and it's a task that hasn't been achieved by any other program. All of this works because mathematical cognitive scientists and software engineers at Alex have spent years gathering data from millions of actual students using the program. This data allows Alex to construct all the feasible knowledge states and how they're structured together into a learning space, leading to personalized pathways to course mastery for every student, no matter where they start. It all begins with a brief individualized assessment. Using learning space theory, Alex intelligently chooses each question based on the student's responses to all previous questions to determine what the student has mastered, not mastered, and exactly what topics he is ready to learn. The student sees their knowledge state as a multicolored pie chart, which lets them know what topics are available to explore. Everything happens step by step, one topic at a time, as Alex continually updates Sam's knowledge state and ready-to-learn possibilities. Alex constantly watches Sam and records his successes and failures, and this information is used to guide Sam along one of his optimal learning paths through the trillions of knowledge states in the learning space. Only Alex has that power. Because of this constant evaluation, Alex only presents topics that the student is actually ready to learn. Alex challenges the student without frustrating or boring them, resulting in tremendous learning momentum and increasing confidence. Alex will periodically assess Sam to make sure that he is retaining the material he learns. Research shows that periodic assessments not only ensure retention, but actually increase it. A cycle of individualized assessment and adaptive learning continues throughout the course to ensure that Sam has truly mastered and retained the concepts presented. At the conclusion of the Alex course, Sam will have a deeper understanding of the material and dramatically improved mastery over the course topics. Alex has already helped millions of students succeed in math, chemistry, and accounting at thousands of schools, colleges, and universities. For more information or for a free trial, sign up at alex.com. طيب تمام هو دلوقتي اكن بالظبط الديمو اللي عملناه للسيستم او اللي عمله السيستم دوت بيوضح هو احنا اصلا الادابتيف ليرنينج سيستم ايه البروميس بتاعه وايه الاوبجكتيف اللي احنا عايزين نوصل له ازاي في الاخر وازاي ده ممكن يغير في الشكل بتاع العمليات التعليميه خلاص فده كان مثال ظريف جدا ل ادابتيف ليرنينج سيستم طبعا هو مش فور فري هو كوميرشال ادابتيف ليرنينج سيستم خلاص طيب انا كده اعتبر خلاص دي السلايد اللي جايه دي اخر سلايد في الكونتنت او في السيشن بس انا هقول لكم بس بسرعه كده فيديو هو نعتبره فاني فيديو يعني نختم بيه السيشن حضرت كونفرنس من حوالي 3 سنين اسمه ديبلر كان بيتكلم على الاي ليرنينج يعني كان في امريكا وكان في اخر الكونفرنس كان 4 ايام في اخر يوم في الكونفرنس ابتدوا يعملوا فيديو كده يسجلوا مع الناس اللي حاضرين الكونفرنس انت نفسك التكنولوجي بتاعت بكره تعمل ايه في التعليم او تفيدنا ازاي في التعليم وقالوا للناس قول افكار الناس ما تصدقهاش يعني قول افكار اللي يسمعها يقول عليك ان انت مجنون خلاص فالفيديو طلع شويه افكار فعلا اي حد يسمع الفكره ديت هيفتكر ان اللي بيقول الفكره ديت واحد مجنون او ان هي حاجه استحاله ان هي تتطبق خلاص بس افكركم بحاجه صغيره انه مثلا من 1000 سنه لو حد جه قال مثلا ان انا ممكن احط لكم المعلومات اللي موجوده مثلا في مكتبه الاسكندريه القديمه دي كلها في فلاشه مثلا قد الصباع محدش اصلا هيعرف يعني ايه فلاشه ولا حد هيتخيل يعني ايه ان انا اجمع كل الكتب المهوله دي كلها في حاجه قد عرض الصباع خلاص فالفكره انه سيب خيالك يسرح وطلع افكار او طلع اختراعات التكنولوجي بقى تحققها ما تقدرش تحققها دي خلاص فهي دي الفكره ان هم في الاخر طلعوا فيديو والناس كلها بتقول افكار ممكن نشوف الافكار دي بسرعه وبعد كده نقعد نفكر
يعني كل واحد منكم برضه بينه وبين نفسه يفكر هو نفسه تكنولوجي قدام او التكنولوجي بتاعت بكره تفيدنا ازاي. تمام معلش يا جماعه استاذنكم في حد فاتح المايك بس ممكن بس اللي فاتح المايك يقفله. زي مان طب ممكن استاذن بس المودريتور ممكن يعمل لوك للمايك عندها؟ Challenge that we're working through is we have absolutely no idea where to get started. The next innovative learning project is a mind meld software tool that uses USB 3 cables so that I can plug into Brenda Ender's brain and learn everything she knows about mobile delivery. The next big thing that I would love to see in technology is intuitive code. It's kind of like a wireless, you know, coding process. So if I think it, it goes into the computer. That is awesome. Our people in the lab have been constructing these pills. These pills here, they're hermetically sealed just because they're that potent. And, you know, you don't want to take them all at one time. But when you take one of these, no need for e-learning anymore, no need for training. You know it all. They made a movie about it called Limitless. It's the same thing. We developed that technology. The new and exciting product is this ubiquitous coaching that everywhere your little wearable is going, no, 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 don't do that. Are you silly? It keeps you from making the big mistakes and it guides you and develops you over time. And we're going to call it Ubica U. Capital U, B-I-Q, U-I, and then a capital U, Ubica U. Oh man, that is so awesome. So you've seen Star Wars before, right? Do you remember R2-D2? Yeah, so I imagine something similar to that, about the same size, that can project this amazing learning experience, like a classroom setting, if you will. This is a range of products that make you learn by basically doing nothing, because we are going to insert the learning in music, and little micronomes, these are inserted in the music, and while you're listening to it, it gets into your bloodstream. I have an idea for new learning. It is called Learn and Burn. And as you eat your steak, you ingest all the learning and you burn off all the calories. In fact, even more than you've ingested. It's fantastic. It's a great idea. I don't know why people aren't knocking on my door like right now. Learn and burn. And eat your steak while you're at it. The future of learning technology involves the convenience of wearables, the knowledge, skills, and abilities that we've licensed from Matrix Technology, and style that lasts all day long. Bring you language learning jewelry. I bring you Awesomer. Wo gei ni Awesomer. Welcome to the future of learning technology. طيب يعني الناس تبتدي ان هي تطلع افكار. واحد مثلا بيقول لك انا ممكن اعمل حبوب مثلا بدل ما اخد، لو الناس تفتكر فيلم ارت النفاق بدل ما اخد حبايه مثلا شجاعه، لا انا ممكن اخد حبايه بروجكت مانجمنت. لو انا بدل ما اروح احضر كورس، لا انا ممكن اخد الحبايه ديت، فالحبايه ديت شايله كل النولج بتاعت الكورس ده. خلاص واحد مثلا حد بيقول لك انا ممكن اعمل كيبل زي اليو اس بي كده، ان انا مثلا في محاضره فاتتني فاروح لواحد زميلي حضر المحاضره، اروح موصل الكيبل دوت من دماغ لدماغ واخد كل النولج اللي ايه اللي هو خدها في المحاضره دي. خلاص طبعا دي افكار خياليه، بس الفكره التكنولوجي بقى هي اللي تقول التكنولوجي بتاعت بكره هنقدر نعمل حاجه زي كده ولا لا. خلاص طيب انا كده خلاص خلصت السيشن، يا ريت الناس تكون استفادت، ولو في اسئله ممكن نجاوب على الاسئله بسرعه. انا بتوجه شكرا للبشمهندس احمد، انا بتوجه بالشكر للبشمهندس احمد ولجميع الحضور على تشريفهم لينا في ورشه ايميج افريقيا بالعربي مع البشمهندس احمد. احنا شكرا جدا جدا على مجهودك الكبير وعلى المعلومات القيمه.
في مجموعة من الأسئلة اللي ذكرها الزملاء الأعزاء. هنبتدي بسؤال مثلا طلب من الدكتورة إسراء، إن هي طلبت إن هي السوفت الخاص بالنسبة للورشة مع حفظ الذكاء الفكرية، دي ممكن هنناقش مع الباشمهندس أحمد ونشوف إن شاء الله. بس هو أصلا الفيديو والماتيريال كلها أونلاين، تبقى متاحة على القناة الخاصة بتاعة المنظمة. ثانيا في سؤال من دكتور محمد رضوان بيقول: كمصممين تعليميين لما بنحب نطبق النظام ده في العملية التعليمية للطلاب، بس نظام دراسة التعلم بيكون صيغته على أي أساس؟ يعني أنا بصيغ الكورس بشكل مخصص للطلاب إنهم عندهم موارد بصرية أكتر، أو بصيغ الطلاب إنتر أكشن، أو بصيغة العناصر التعليمية بأشكال مختلفة. إيه رأيك يا باشمهندس أحمد؟ بص، هو الفكرة كمصمم تعليمي مش في الحتة دي، مش هيعمل كل حاجة لوحده، لازم يكون قاعد معاه الناس اللي بتديزاين السيستم نفسه أو الديفلوبر اللي يقولوا له هل السيستم بتاعنا بيسمح بدوت ولا لأ؟ ان هو مش هينفع ان هو وهو بيعمل الستوري بورد لازم يكون محدد البرانشنج او السيناريو اللي انا همشي عليه شكله عامل ازاي. ممكن يكون طبعا الانستراكشن ديزاينر مش هينفع ان هو يعمل كل حاجه، ولازم اصلا يبقى عارف ايه هي امكانيات السيستم اللي هيتحط عليه الكونتنت ده. خلاص. طبعا هو يستحسن انه لو في اتفاق ان انا من الاول عايز اكون حاطط النولج بتاعتي كذا طريقه، وبيزد بقى على شغل الديفلوبر، الديفلوبر هو اللي يحدد او الديفلوبر هو اللي يديفلوب انه الطالب لو هو ليرنينج، لو هو ليرنينج ستايل بتاعه فيجوال يشوف الباص ده يمشي في الباص ده، او لو هو اوديتوري يمشي في الباص ده، ده طبعا وارد. خلاص. بس لازم يكون بالتنسيق مع الديفلوبر. خلاص. ولازم يكون الانستراكشن ديزاينر عامل يعني عامل الديزاين ده من الاول، ولازم يكون كمان معروف هو انا هقيس دوت ازاي، هل انا عارف المعلومه دي من الاول ولا انا هقيسها والكورس شغال. خلاص. فده في الحته ديت مش هينفع الانستراكشن ديزاينر يعمل، يعني مش هينفع الانستراكشن ديزاينر وهو بيعمل الستوري بورد هو اللي يحط كل الكلام ده من غير ما يكون عارف اصلا ايه هي الفيتشر بتاعه السيستم اللي انا احط عليه الكونتنت. خلاص. او يكون يعني في ميتنج كتيره مع الديفلوبر اللي هيشتغل اصلا، او الاوستنج تول اللي انا احط عليه الكونتنت ده. خلاص. هو محمد رضوان برده سال نفس السؤال بطريقه ثانيه، ان هو في كليه الطب جهاز هضمي، هو فكره ان انا اعمله بقى بواقع معزز وانتر اكشن وكل دوت، طبعا نفس اجابه السؤال برضو، ان هو الواقع المعزز اصلا عشان يتعمل او الفي ار لازم اصلا اكون عارف هل في هاردوير موجود يعمل يعني يستقبل الكلام ده ولا لا. انا مش بعمل الفي ار وخلاص، لازم اكون عارف اصلا اللي هيستقبل النولج ديت هل في واقع او فيه هاردوير ديفايسز جاهزه ان هو يعمل الكلام ده ولا لا. لانه اصلا عشان اعمل كونتنت او اعمل ستوري بورد لحاجه فيها في ار او اي ار بتبقى مختلفه اختلاف شويه عن التراديشنال ستوري بورد يعني. لكن انت في اخر سطر كاتب ولا انا بصيغ بشكل عام؟ لا، انا مش بصيغ بشكل عام. انت لو عملت الصياغه بشكل عام مش هتعرف اصلا تطلع ستوري بورد واضحه للناس اللي هتيجي تشتغل بعد كده تكمل على الستوري بورد، او اللي هتديفلوب بقى البرودكت ده. الاوتوماتيك دوت مش هينفع مع صياغه بشكل عام خالص، بالعكس. ده انا لو هعمل اي ار لوحده ليه توصيف، ولو هعمل في ار لوحده ليه توصيف ثاني. تمام. شكرا لحضرتك باشمهندس احمد. دلوقتي هننتقل للسؤال الثاني. احنا شفنا الامور بشكل عام، لكن الجانب التطبيقي اللي ممكن نبدا بيه بكره مش واضح، يا ريت يا باشمهندس تديني رايك دلوقتي. اوكي تمام. هو قول لي تبدا بكره كايه؟ انت تبدا بكره كايه؟ انت التايتل بتاعك ايه عشان اقول لك انت المفروض بكره تبدا كايه؟ لو انت اي دي، كل اللي المفروض ان انت تعمله ان انت تفهم فكره الادابتابيلتي وتذاكر شويه في الجزء بتاع التين كان والسكور، من انا ازاي ممكن اجزأ الكونتنت بتاعي بطريقه تسهل عليا فكره البرانشنج والادابتابيلتي. يعني انا ما ينفعش مثلا اعمل كورس انا عارف ان الكورس ده كله هيبقى فيديو واحد مدته ساعتين، واقول للانستراكشنال او اقول للناس اللي هتعمل الديفلوبمنت يعمل لي بقى فيه برانشنج وخليه ادابت. ما هو انا كده عملته وما قسمتوش ليرنينج اوبجكت. خلاص. لكن انت كاي دي من بكره مش هينفع تعمل ادابت ليرنينج سيستم، لان اللي بيعمل ادابتيف ليرنينج سيستم مش الانستراكشن ديزاينر، اللي بيعمل ادابتيف ليرنينج سيستم الناس اللي بتعمل السيستم اللي هم السوفت وير ديفلوبرز. تمام. ايه انظمه اداره التعلم التكيفيه اللي بتدعم اللغه العربيه؟ بص، معظم السيستمز اللي انا شفتها ما فيهاش عربي، بس في ليرنينج مانجمنت سيستم بتدعم عربي ابتدت ان هي تدخل بلوجن للليرنينج ادابتيف ليرنينج زي الموديل. يعني الموديل بيسبورت لغات كتيره جدا ومنهم العربي، سواء في الكونتنت او سواء في الانترفيس بيسبورت العربي،
ابتدي دلوقتي لو عملت سيرش على بلوجن, في بلوجن اسمه eLearning, دوت من البلوجن اللي معموله للموديل وبيسبورت الليرنينج الادابتيف ليرنينج او البيرسونلايزد ليرنينج, وكده كده موديل اصلا بيسبورت العربي خلاص. فدي بلوجن بتزود ان هو يبقى اكنه ادابتيف ليرنينج سيستم. طيب والبشمهندس فكر بيسال عن المنصه للتعلم المتكامله من المنصات التكيفيه لذوي الاحتياجات الخاصه, وذاك المثال اللي هو درس تو ليرن ديزاير تو ليرن ديزاير. اوكي طب معلش, طب ممكن توضح لي لذوي الاحتياجات الخاصه ازاي؟ يعني ذوي الاحتياجات الخاصه في كذا ريكويرمنت ليهم, انهي نوع بالظبط؟ تمام. احنا عندنا الدكتورة ايمان بتقول هل يمكن الدمج بين التعلم التكيفي والتعلم المقلوب؟ هو ممكن, مع ان التعلم التكيفي من اللي اكتر بيعتمد على السيلف بيزد ليرنينج اكتر منه على الانستراكتور بيزد ليرنينج. تمام. يعني احنا دلوقتي لابد من الاستعانه بمصمم عشان يحط الاساس للبيئه, هي دي الفكره الصحيحه اظن اللي هي زي ما بس مش مصمم تعليمي تراديشنال, مش انستراكشن ديزاين بيعمل كونتنت. لان لو تاخد بالك هي كلمه البيئه ديت المقصود بيها السيستم مش مقصود بيها الكونتنت, فهي تبقى عايزه ناس اكتر من ان هم مصمم تعليمي عادي. بدليل حتى في الفيديو بتاع اليكس كانوا جايبين ان الناس اللي عاملين السيستم اصلا ناس ماثيماتيكال, يعني ناس اصلا مش مصممين تعليمي في الاساس. السؤال بتاع الحسيني, لا مش سؤال اليوم, ماشي شكرا. هو بكر بيقول دلوقتي ان هو فئه المكففين اللي هو كان اصلا فيها الفئات الخاصه بالنسبه اللي هو منصه التعلم المتكامل من المنصات التكيفيه لذوي الاحتياجات الخاصه. لا بص انا ما شفتش بصراحه, بس ما اعتقدش, لان اصلا المنصات التكيفيه والادابتيف ليرنينج سيستم مش كتير حاليا, وان هي تبقى بالعربي ما شفتش حاجه كده, وان هي تبقى تناسب المكفوفين بتاعي, لا انا ما اعتقدش ان في حاجه كده اصلا. ولو لقيت حاجه كده يا ريت تقول لنا. وانا والله يعني تقريبا برضو ما شفتش حاجه زي كده, ولو في حاجه تبقى كويسه جدا. انا بشكرك باشمهندس احمد وبشكر جميع الحضور. هو كان في حد بيسال على الايميل, الايميل موجود في الباوربوينت, والباوربوينت في اول الباوربوينت, الباوربوينت كده كده اصلا متشير, يعني متشير على الويب سايت. انا بشكركم جميعا, بشكر باشمهندس احمد, بشكر الشركه, ونتطلع ان احنا نشوفكم تاني قريب في اقرب الفرص باذن الله. هيبقى في ورشه بعد كده مع باشمهندس احمد سعد, وشكرا لكم جميعا, والف شكر باشمهندس احمد. العفو, يا رب تكون الناس استفادت. شكرا جدا ان شاء الله. شكرا لحضرتك جميعا. يا جماعه كل اللينك اللي انا شرحته اللي هو بتاع التليجرام ده هو القناه اللي هيتم عليها نشر كل حاجه, بحيث ان احنا لو عملنا اي ايفنتات جديده هيبقى مشتركين كلنا هتبقى موجوده عليه. وثانيا انا هتم الحاجات دي كلها هتم النشر عليه. شكرا.